صعب المشوار. من خطواتي وخطواتك تعب المشوار. يقطع عمرك الله لا يبطلك هالعادة. لك خلصينا الله الله يا أم كلثوم. البليغ قال ما بدها اتنين يحكوا فيها الصنباطي مبينة. تهادي تهادي ست الحسن والجمال على مهلي. كم مسكول على موبايلك؟ طلعي بموبايلك. ولك إن شاء الله بتطلع على قبري. ليك تقبرني، أنت بتعرف بهي الشغلات؟ ابن اختي ابوه بعت له هي الشغله من قطر وما عم نعرف شو هي. لك تضربي انت واختك شو حوبه مبينه موبايل. هو هيك نحن قلنا موبايل. طيب وين الارقام؟ والله ما بعرف شو بعرفني. بجوز من هالموبايلات الجديده هدول اللي ما بدهم ارقام. بيكون هذا على القلم بينكتب عليه كتابه. ليش مو مشروح عليه بالكتالوج؟ تقبرني ما فيه كتالوج، جاي لحاله هو والشاحن.
ها شفتي شلون عم تقولي شاحن معناها موبايل، لانه ما في موبايل بيجي الا معه الشاحن تبعه. هلا لو كان معه كتالوج كنت قريته انا وشرحت لكم، بس ما معه كتالوج بقى خدوه على شي محل موبايلات وهو هنيك بيشرح لكم، بس خدوه هو والقلم. ها لك ما فيه قلم ومو باعت القلم كمان؟ يخرب بيت قلبه هالعديل شو منشاح، يعني شلون بعت له يا مستعمل لابنه؟ ما عم بفهم. بعدين ولد صغير بده يحمل هيك شغله؟ خي خي امسكي اعطيه لاختك، لا تاخري. يلا تقبرني ما رح طول حنا ولا يا وارجع. يلا خلصينا. خرب بيته هالعديل شو منشح، لا كتالوج ولا قلم. حب صحيح مساكين. تفضل شو عندك؟ كتير حلو هالتصرف اللي عملتيه مدام. أنو تصرف؟ إني مي عصبي ومعودته على الاتكالية؟ ولا لأني حبيت أقعد خمس دقائق بعد ما أجا شادي مشان شوفه وأحكي معه؟ ولا شو؟ لا لا، من هاد ومن هاد، كيف عم تحكي معه لهذا البطيخ شادي؟ شلون عم تبوسيه؟ شو عم تقولي له حبيبي وأزعر؟ مين هاد لحتى تقولي له حبيبي وأزعر؟ مين وهاد؟ شلون بتسمحي لحالك تحكي مع شاب بهالطريقة وجوزك قاعد قدامك؟ كيف؟ بالله يعني شو كان الأحسن إنه لو مو قاعد؟ ما هو لأنه جوزي قاعد عادي طبيعي. لك هذا شادي، بتعرف شو يعني شادي؟ يعني هو وهمام واحد، لك نص وقته ربيان ببيتنا، ياما ياما لعبانة أنا وياه وقت كنا صغار. ما بيهمني تكوني لعبانة أنت وياه أنت وصغيرة، ما بيهمني مين من كان يكون. شو مين من كان يكون؟ هلا بدك تقنعني انه من وقت ما تجوزنا ما صدفت انك شفتني عم بحكي مع شادي ولا عم سلم عليه هيك؟ ما دائما مسلم عليه بهالطريقه وبحكي معه هيك عادي. شي حلو، شي حلو والله، خبر جديد هاد. لا والله ما صدفت يا مدام. مزبوط احيانا بروح لعند بيت اهلك وبشوف هذا البطيخ قاعد هنيك، بس يبدو اني بصها لما بيكون فاصل البوس تبعكم. خلاص كمال عيب عليك، احترم حالك. لك اللي بدك تقولي لي احترم حالك؟ لك احترمي حالك انت يا مدام. لك ما بكفي صابر على بلاوي ما في رجال بالدنيا بتحملها؟ لك العمى فيكي والعمى بهالبيت والعمى بهالعيشة هي. اوف 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 اوف، لك شو هاد؟ كل هاد لاني سلمت على واحد مثل اخي بهالطريقة؟ يعني شو هي غيرة؟ لا اكيد ما لا غيرة. ما انا غيرة. وليش بقى يعني ما تكون غيرة؟ ما بتحبني؟ ما بتغار علي؟ ولا لانه كان لك ثقة فيني؟ ايش في مرة بهالدنيا جديرة بالثقة؟ كمال أنا كتير آسفة بس مضطرة عيدة، أنت لازم تتعلم كيف تحترم حالك. بتحب تنام هون ولا هون؟ مو على كيفك. كمان بدك تعملي لي ثواب وعقاب بهالشغلات هي؟ بعدين أنت من شو خايفة؟ قولي لي من شو خايفة؟ إني أقرب عليكي؟ طمني مالي نفس. بعدين بتفوتي بتنقبري هون. هون بتفوتي بتنقبري. تسمعيني؟ هون بتفوتي بتنقبري. لا والله ما عاد سمعت، بعد تنقبري ما عاد سمعت شيء. وقفت كل حواسي، بتعرف لما الواحد بصير عنده تخمة ما بتقعد تشتغل عنده الحواس. ايه يا دكتور عملت لي تخمة. حتبكيني والله، رح تتبكيني. اسمعي اسمعي، إذا ما بتفوتي بتنامي هون معناتها بدك المشكلة تكبر. ها بالضبط، أنا بدي إياها تكبر. ايه حاضر، تكرى معي هيك. روحي نامي جوا. لا لا ما مشكلة. روحي نامي جوا. روحي خليكي جنب ابنك، بركي بينعدم من حساسيتك. روحي. يا سيدي قلت لها لسهر ما بدي نشبه كل الناس. لك ما في غير امك وابوك بياخذوا العقل، اذا هيك الجواز يا سلام. وما يونعين كمان، ما بهون شيء. بس يمكن لانه جداد. لك حتى وانه جداد. بلش اشتكي من غيرتها. لا عن جد؟ هلا ما هيك بتفكر؟ يعني واذا هيك بتفكر شو يعني؟ الغيره يعني شيء طبيعي. لك ايه بس يعني كمان احيانا بتصير يعني فوق المعقول، ما بتعود تنطاق. هلا اسمع، بتتذكر حضرتك لما خطبت فينا هي الخطبه العظماء تبعك تبع الهجره وقلت لنا حتى بالعلم؟ بتتذكر؟ ايه بتذكر حتى هون بالعلم يعني؟ ايه هون. ايه اليوم يا سيدي الكريم صديقك همام عامل إنجاز استثنائي ممكن يكون هون وبالبلد. عن جد؟ لك أحكي؟ لا لا حبيبي لا، مو هلا، هي أسرار شغل، بيجي وقته بحكي لك، بس أنا المهم بالنسبة لي إنك تفهم الفكرة، عرفت شو؟ لك برافو،
برافو عن جد فرحتني. همام ما تزعل مني وقت اللي بقول انه ما فينا نعمل شيء هون. انا بامن كثير منيح بعقولنا وبطاقاتنا، وبعرف انه في عنا عبقريات موجوده بهي البلد ما انا موجوده بمكان تاني. بس انا لما بكون عم احكي هيك ما بيكون هذا قصدي، انا قصدي شيء تاني، وان شاء الله ما تواجهوا. اللي هو اللي هو يا سيدي بكره بتشوف، وان شاء الله يا رب من كل قلبي بتمنى انه اللي عم فكر فيه ما يطلع صح. بس بكره بتشوف، يا اما راح يحرقوا لك اياه، يا اما ما راح يعترفوا فيه من اصله، يا اما راح يطلع لك شي واحد يلطشه وينسب موضوع الابداع له. بقى بتعرف انا قديش بحبك وبتمنى اطلع غلطان، بس بكره بتشوف. الله ألف مبروك يا رب. لا تعي على الغرفة. عرفتي أحسن لي. يا رب يدخلك. على مالك على مالك. قولي على قامتي وعلى هامنا اللي عملتها. شو بدي أنا؟ شو بدي هالقصة؟ شو السيدة إيها؟ لبيت اللي بدك أولاد بقى خلاص. لك أنا كل شيء حياتي معسر. حياتي معسرة، أولادي معسرة. لك لا لي لا أب ولا أم أعتمد عليهم. لك يا خالي شو بك شو بك يا حبيبتي؟ طلع بلوش الملائكة بتنسي كل تعبي. لا لا مزبوط بنسك تعبي. طبعا ما بحس بالعذاب والالم غير اللي عاشه. خلاص خلاص الحمد لله على سلامتك. اساسا اثنين بكفوا كتر خير الله. ان شاء الله بيرجوا بعزكم يا رب. تسلموا روحوا بالكم. شرف يا صافي. بسم الله. اذا بدك شيء نحن برا. ها يا حبيبي يا عمي. شرف معافى ان شاء الله. الله يعافيك. تفضل. اهلا وسهلا. يا هلا. كيفك؟ تمام ماشي الحال. شو طمني ان شاء الله ما في وجع؟ لا لا الحمد لله ما في شيء ابدا. اي كثير منيح. تفضل. قبل ما تفضل تفضلي. والله ما نسيت. لا ما نسيت، يعني الموضوع ما غاب عن ذهني ولا ثانيه. شكرا كثير. كله ان شاء الله يعجبك. لا اكيد رح يعجبني، مو اكتشفنا انه اذواقنا متشابهه؟ بلى. تفضل. لا بس عم بتأكد من تطابق الأرقام. حبوبي أنا حلوة؟ يا حلوة ليش يعني أنا ما بالليل؟ عم بتقلي بس مرتك كمان كتير حلوة. إيه هي كتير حلوة بس يعني كتير حلوة. أه لك لا أنا بالي بالوراق بس هيك طلعت معي جملة هيك رد فعل آلي، يعني عدة الكلام اللي عم تقوليه أنت. بعدين مرتي حلوة ليكي هي حلوة أنت الثانية. يعني أنا أحلى؟ لك بتجنني أنت دخيلة وأنا دخيلة. طيب نحن وشو بعدين؟ بدي ألو. أيوة إيه موجود أستاذ أسامة. ألو أهلين أستاذ أسامة كيفك؟ أهلا وسهلا. الحمد لله الحمد لله تمام. ايه ايه اوكي 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 ماشي اوكي الله معك. اهلي اهلي وسهلي خير واي. شوفي اوف ولي انا اليوم لحتى فهمت شو قصدك لما بتقلي لا تعملي مثل اختي شيماء. معك حق، انا كنت فكرتك ظالمه. شو هاد مو معقول. ليش شو صار اليوم؟ شو صار اليوم؟ اي نق 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 لك ما بتتعب. ما هي شبكي؟ ليش عم تحكي هيك عنا؟ شبكي ليش انفعلت هيك؟ ما قصدي شيء، انا فكرت انت كمان هيك رايك. انا بعرف انه طبعا مانو سهل وانا قايل لك هذا الحكي، بس شو نق ما نق؟ احترمي كون اختي البنت. اي اسفين لا تواخذنا. بسيطة. بس ليك بتعرف انه انت كمان هيك بتعمل؟ انا؟ اي انت. مين اللي كان عم بيقول هلا معن مثل شادي؟ هلا سوزان ممكن تحب واحد مثل معن؟ ليش شبه معن؟
بس يا مايا هاد الحكي صار لما حسيت انه اخوكي معنا عم يجرب يعمل شيء مع سوزان من وراي. من وراي؟ لك ليش انت شو بتكن لك سوزان؟ بتكون رفيقتي وبتكون اختي كمان. طيب هي فهمناها، بس المهم عندي انه انت بتسمح لحالك تنتقد اخي، بس انا ما بصير احكي كلمتين على اختك. يعني شو صار اذا حسيت بالغت بالتعب شوي وقلت لك وجهه نظري؟ بتخرب الدنيا؟ لا ما خربت، ما خربت. شكرا. عفوا. ألو، أهلا وسهلا، مين معي؟ أهلين أستاذ أسامة. الحمد لله كل شيء تمام، أنت كيف؟ والمدام؟ أي الحمد لله. نعم؟ لا والله، رامز مو موجود بالمكتب. ولا يهمك، أهلا وسهلا فيك. أنا أبداً قاعدة عم شوف موفي. نو لا على الدي في دي. ايه لانه انا مهووسه بهي القصص، كل يوم شوف لي شي فيلمين ثلاثه. ايه حلو، برافو. ايه السينما شغله كثير حلوه، انا كثير بحبها. بس يا حسرتي ما مين بدي اتفرج مع مرتي. يلا خلينا ساكتين. على كل كنت انا كثير انبسطت اني سمعت صوتك، وبتمنى يعني انه يكون مسمح لي اسمعه من وقت للتاني. اوكي اوكي شكرا، يلا باي باي. الو ايه خليه يفوت. اهلا وسهلا استاذ بسام. اهلا وسهلا استاذ بسام، تفضل تفضل ارتاح. شكرا. ايه سيدي شو بتحب تشرب؟ اللي بدك اياه. مو ماشي دكتورة؟ لا أنا بقياني شوي، روحي أنت إذا بدك، يعطيك العافية. على عيني، يلا باي. باي. خبرة كبيرة بالمحاسبة والإدارة المالية. سلام على مزوقك يعني، ونمشي الحال. دخلك الأستاذ سعيد كيفه؟ يعني من وقت اللي التقيت فيه وعطيته كرتي ما رفع التليفون اللي قاله. بصراحة ما بعرف يعني، نحن هذيك المرة ما شفنا بعض. أها، يعني أنتوا هيك علاقتكم رسمية؟ لا لا مو رسمية يعني، بس يعني بتعرف مشاغل الحياة. إيه بس اللي حضرتك قلت لي إياه إنه هو أخو المرحومة مرتك الله يرحمها، و يعني خال ولادك ما بيجي بشق على الولاد. عفوا انت كم ولد عندك؟ شاب وصبية، يعني الشاب ما عم يشتغل شيء بهالايام، بقدم اوراق للهجرة، والبنت عم تعمل ممثلة جديدة لسه ما انا معروفة يعني، بس هلا عم تعمل دور كبير يعني يمكن تنعرف. حلو حلو كثير. يعني انا بالواقع في حدا من زمان اقترح علي هيك اعمل شركة انتاج فني، بس افضى وقرر اني اعملها اكيد رح اتصل فيها، لانه يعني بتساعدني، انا ما بعرف حدا بهالوسط. ليش لا، بيحصلنا الشرف. تسلم تسلم استاذ حسان. بسام. عفوا عفوا بسام، على ما يبدو ختيرنا وعم ننسى كثير. على سلامتك. على كل بالنسبة لموضوع الشغل معنا، يا ريت تترك لي اياها كم يوم لحتى ادرسها وشوف شو ممكن نساوي. يعني حضرتك خبرة كبيرة ورجل كبير ومقامك كبير، وانا ما بدي لحشك بين مكان، يعني بدي لاقي لك مكان بليق بخبرتك ومقامك. فكم يوم برد لك خبر ان شاء الله. بس ما قلت لي انت ليش بدك تترك شغلك الحالي؟ يعني في شيء؟ لا لا انا بصراحه ما راح اترك الشغل يعني، غير اذا اتفقت مع حضرتك. بس بتعرف الواحد دائما بيطمح يشتغل هيك بشركه مثل شركتكم، يعني كبيره وعلى مستوى عالي غير شكل. انا
الله يسلمك، الله يسلمك، شكرا. بس يعني مو بكره هيك تقول كمان لحالك انه والله حابب تشتغل بشي شركه على مستوى تروح تتركنا؟ عم بمزح معك، انا عم بمزح معك. طيب ما بدي اخذ وقتك كثير انا. اهلا وسهلا استاذ بسام، شرفت. سلام. دخيلك سلم لي على سعيد وقول له اني عتبان عليه كثير انا. خلص بيوصل ان شاء الله. اهلا وسهلا، مرحبا. خلص خليك خليك. لا تفضل، ما بيصير، مشان وجبك. اهلا وسهلا. مي؟ أسامة؟ وأي ساعة اتصال؟ لا لا ولا شيء، بس لأنه حاكيني لهون هو، فبدي أعرف قبل ولا بعد. طيب طيب أوكي، بسيطة. شو عملتي هلا حبيبي؟ آه الجيم، نيالك. طيب وأنا بحبك كمان. باي يا قلبي، باي. حلو أسامة بيك والله. عم تعملي بحارتنا؟ انا منيحه، انا هون كان عندي شغل قريب. بالله امشي لك، عم نتغدى سوا. لا لا الله يخليكي، خليني ارجع على المكتب، عندي شغل كثير. لك هي ساحه زمان ما حتاثر بالخلاص. زين يعطيكي العافيه مرت عمو. الله يعافيكي حبيبتي. شو جعتي؟ لا بس عم شوف اذا في شيء بيتنقرش، بما انه الغدا ما بيصير الا على وقت رجعت سهر من شغله. حبيبتي بسخن لك في اكل من امبارح. لا شو تسخني لي ما تسخني لي؟ تعرفيني انا اكل بايت ما باكل. يلا هلا بسكت جواتي بشي لقمتين. الله بيعين. ولك يقبر قلبي هالنزار، يقبر قلبي. شو هني الغدا على وقت رجعت سهر من شغله، من تم ساكت ما بيحكي ولا كلمه، واذا لقى حاله قريب بده يجي ياكله لقمتين، وشو ما لقى بياكل كمان ما بيحكي ولا كلمه. وين بقيه الرجال؟ اول كلمه بيقولوها انا رجال البيت هون، وكل شيء بده يصير على وقتي انا. اقبر قلبي قديش عم يهلك، قليلة شو عم يشتغل كل يوم 15 ساعة. بس شو بده يعمل؟ حامل مصروف عائلتين. عائلتين؟ شو بكي؟ نحن أربع أشخاص صرنا عائلتين لك بنتي، بعدين لا تنسي سهر عم تحطه بمصروف البيت. ليش أنا شو حكيت مرت عمو؟ شو حكيت؟ أيعطيها العافية هي الثانية، قليلة شو عم تهلك؟ ما بعرف، أنتِ ليش هيك دائماً بتتحسسي من كلامي؟ والله ما عم بفهم. يعني حسسيني ولو مرة اني بنتك. بعدين انتي ما بتعرفي انا قديش بهدي نزار حتى يضل ساكت عليها. ساكت عليها؟ ليش حبيبتي؟ بنتي شو عم تعمل؟ ولك ما عم تعمل شي، ما عم تعمل شي. يعني بس انتي بتعرفي سهر عندها رفقات وفوتات وطلعات، وبتعرفي نزار هيك شغلات ما بيحبها. لا وشو؟ عندها وحدة من رفقاتها ممثلة، والتانية يا لطيف على هاللبس اللي بتلبسه. نحنا ما عنا هيك شغلات بالعيلة، أعوذ بالله. يا أخي ما يشوف هالشوفة يا لطيف. يا لطيف ديالا، حاج تعملي حالك بريئة وحكي مثل السكاكين من تحت لتحت. فهمنا بقى، رفقات بنتي بنات عيلة ومربايات، عيب تحكي عليهم هيك، عيب. وبنتي كمان بنتي مرباية وبتعرف تلاقي رفقاتها كتير منيح. حاج كلام فاضي، خلصنا بقى. ليش شو عم بحكي معك انا؟ شو عم بحكي معك؟ عم اقول لك بهدي نزار لحتى تضل اخذ حريتها وما يوقف لها الطالعه والنازله. بتقولي لي حكي مثل السكاكين؟ بس شو بده يطلع منك؟ شو بده يطلع منك؟ حمايه وبتضلي حمايه. والله اذا بشعل لك اصابعي العشره شمع ما بعرف اذا ممكن ترضي علي.
يا حبيبتي برضى عليكي بدون ما تشعلي شيء. لك انت كنتي يعني لازم تكوني مثل بنتي، بس انت ما بعرف شو صاير لك، حطيتي حواجز من وقت ما فتي على هذا البيت. ايه مثل ما بدك، قال خيرا تعمل شرا تلقى. حلو كتير، واتفقت مع شي ناشر؟ معقولة كنتنا ناشرة روح دور على دار نشر تاني؟ ايه هيك هم؟ لأنه لو رحت لعند غير بدي ازعل. مي لا ولا يهمك ولا يهمكم، قليني بس شلونه سعيد معك؟ هيك واقف فوق راسك وعم بدخل بشغلك شي؟ عمو سعيد دخيل عينه، يعني أحب مع القلب يتدخل بس ما عم بيعمل هيك أبدا. هي والله ظريف وما في منه، بس يا ريت بحط عقله براسه وبتجوز بقى، حاجة مهكلني همه. هناك لك فكرة، مدبر حاله. مدبر حاله؟ والله برافو أبو همام، شاطرين أنتوا الرجال. لو الحكي عن شيء مرة حدا بيقبل يقول إنه مدبر حاله؟ إيه بس أنا بقبل شو يعني؟ يعني حقنا مثل حقهم، لا أنقص ميلي ولا أزود ميلي، أيوه؟ هلا الشغلة مو حقنا وحقهم، بس نحن أرقى من هيك بكتير. نحن ما بنتصرف هيك بطريقة ندبر حالنا ومدري شو، لا. نحن بهمنا البيت، الأمان، الحب الحقيقي، إلك؟ ولي على العلقة هاي بين ثلاث نسوان وأنا وحداي. سامي بيت حبيبي سامي تدخل. شو يعني بس عليك؟ حبيبي تدخل وما عليك. ركب حاله هلا. قول حبيبي قول. بدك تاكلي ولا ان شاء الله عمرك ما قتلتي؟ ضلي مبوزمي. شبه هي ضربه بوز متر وقاعده حردانه ومقضربه عن الطعام؟ ما بعرف سألتها. سألتها لها وهي عم بسألك إليك شو عملتي لها؟ والله شو عملتي لها؟ عم تسأل أمك شو عاملة لمرتك؟ لك إيه خلصينا ما حدا قليل. الله يسامحك يا أبي. الله يسامحنا جميعا. طب ستي لا تزعلي، هي شو عملت لي؟ بدي أفهم شو القصة، حكولي. ولا شيء، حكيت كلام بلا طعمة، أنت أنا نرفزت. مثل شو هالكلام البلا طعمة؟ عن اختك، يعني قال كل شيء بالبيت ومفصل على وقتها، وعن رفقاتها وعن لبسهم وعن طلعاتها وعن سهراتها برات البيت، يعني حكي بلا طعمه. والله انا مالي شايفه لهالحكي بلا طعمه، شايفه حكي مزبوط. تعالي مضروبه تعالي هون. يعني شو اللي بينرفز بهالحكي؟ انا مالي شايفه لهالحكي بنوب برات الطريق. نزار شلون يعني ما قالت شيء برات الطريق؟ انا بشو عم بغلط حتى حضرتك عم تعلق علي؟ والله الله بيعلم اذا عم تغلطي ولا لا. تعالي مقصوفه الرقبه، تعي انضربي قعدي هون، تعي تعي. عندك شي بدك تبقيه؟ بقيه هون على الطاولة، مو تروحي تحردي لي جوا. شوفي ست زهر، أنا ما بعرف إذا عم تغلطي ولا ما عم تغلطي، بس عليم الله عليم الله. وهذا التنفيخ مثل الحي المشوي، ما بدي أسمعه على الطاولة، ما بدي شوفك عم تنفخي بهالبيت. إذا بسمع طرطوشة حكي هيك ولا هيك لا تلومي إلا نفسك، أنا الحق علي اللي راخي لك الحبل على الآخر، عم تطلعي وتفوتي على كيفك. لكن حبيبتي وكله بفضل مرت اخوكي اللي هو بيكون ضايج، تقوم هي بتزن على راسه وبقوم هو بيسمح لك. يا لكن كتر خير للست ديالا، ما هي مثل اختي. ايه اتمسخروا يا بعدي، شايف كيف التنتين عم يتمسخروا علي؟ سدي بوزك سدي بوزك، بتستاهلي مو بس يتمسخروا عليكي، بتستاهلي تنلطي بالصرامي انتي. صبي ملوخيه وليه؟ اسمعي اسمعي انسه سهر، انا بمزاجي وعلى كيفي
راخي لك الحبل وعم بسمح لك تطلعي وتجي وتفوتي على كيفك، ولسه لهلا عامل اعتبار للست ام نزار لانها على راسنا، لانها امنا، لانه عم تقلي اتركها على حريتها ولا تضغط علي ومن هالحكي هذا. بس انا مو مصلحتي ابدا تنشافي عم تتمشي بالحاره مثلا انت وهي البطيخه غروب ليروح يفكروكي مثلها لا صلاح الله. مثلها؟ يعني يالي اذا بكون مثلها. انت بتعرف مين غروب؟ غروب صبيه مثقفه وواعيه ونشيطه وبتنشر كتب. تنشر كتب بتنشر غسيل انا ما خصني، انا كل اللي بيهمني ما يطلع عليكي حكي برات البيت. سمعت هالعيله اهم منك ومني ومن كل رفقاتك، فهمانه؟ لك شلون شلون انا شلون شلون لهلا متحملك وصابر عليك؟ شلون الله مخليني اتحمل الثقيل اسم الرب؟ لك بعدين انت ما عم بفهم شلون بتنقيهم لهدول رفقاتك؟ يعني هاي البطيخه غروب ولا هي البطيخه الثانيه تبع التمثيل، شلون منقيتيهم هدول؟ شلون ضابطين معك انهم هن رفقات؟ لك لبعت نفخي لبعت نفخي لما بشوفك عم تنفخي قدامي بتنكرس نكرسه. اسمعي سهر، انا لهلا متحملك وصابر مو بس كرمال امك، لا لانه انا كمان مثقف وواعي، اعطيكي حريتك، عم اقول لك اطلعي فوتي اشتغلي معلش البسي على كيفك، بس الحريه لحالها ما بتكفي، بده يكون في معها مسؤوليه، يعني حريه ومسؤوليه بقلب بعضهم البعض. قسما بذات الله اذا بتمارسي حريه من غير مسؤوليه كل سياسي معك بغيرها، عم تفهمي؟ يعني هلا اليوم شو صار؟ ليش كل هذا؟ لانه ست مرتك اليوم اجى على بالها تحكي؟ العمى؟ ولك انت طولانه لسانك كثير وليها؟ ليك اذا بتضلي بهالتناحه متر ما خليك تطلعي برات البيت، مين عم يكبر لك راسك مين عم يكبر لك راسك هذول رفقاتك الفلتانات اللي عم يكبروا لك راسك؟ خلص مالك زرعانه لك امي؟ ولك فشرتي بعينك تمشيني مرا، لا انت ولا مرتي ولا حتى امي، عم تفهمي وليه؟ لك خلص دوبرني روقي روقي، اهدى امي اهدى وعود بقى. قطع عمرك وعمره، شلون بتصدوا النفس؟ خلص اهدى. شو هذا اللي صبيتي؟ ما تنقبري تصبي رز؟ لك على عيني وراسي وبدي طعميك بايدي، ها؟ كلوا 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 كلوا. تفضل يا عمري، لك ان شاء الله بتقبر قلبي شو رجال. صحة وهنا. شو جايب لنا شي جديد؟ جايب شي على كيف كيفك. طيب ما بدك تغير ثيابك تقبرني؟ بدي ارجع على الشغل يا دوب معي نص ساعة، يلا. بس؟ انتو حلو. بس هلا مين احلى انا ولا هي؟ خرب بيت قلبك شو بتحبي العلاك؟ عم قلك ما معي غير نص ساعه، بدك تقعدي تقولي لي مين احلى وما مين احلى؟ لك يقبرني الرجال انا يقبرني. تعي. بقى هيك مشان ما بعد مده تلوموني وتقولولي ليش ما حكيت، او يرجع هو كمان يعمل مثل الاولاد الصغار ويجي يشكيني للبابا. مو على اساس عم تهدوا وتحاولوا تصلحوا الامور؟ عم حاول يا امي والله العظيم عم حاول، بس بعد اللي حكيت لك يا انت برايك في شيء بيتصلح؟ قال ما في مره جديره بالثقه. تتخيلي شو يعني؟ هلا والله هذا حكي مقبول؟ لا ابدا ابدا مو مقبول. لا والله بعرف وانا ما بقبله، بس انتوا كنتوا مختلفين وعم تحاولوا تصلحوا، ولبين ما تنصلح الامور بيناتكم بدك تتوقعي منه هيك تصرف بين وقت وثاني. أي بين وقت والتاني لك أمي؟ ليش في شي بالأساس عم يزبط؟ والله كمان بعرف، بس الله وكيلك مشان هالصغير. ما أنا منشان هالصغير إلي من وقتها بفكر، بطلب الطلاق هلأ ولا بعطيه فرصة تانية وبستنى؟ قررت أني استنى، أنا ما بدي أخرب بيتي بإيدي، رح أصبر على قد طاقتي. لا يا ستي وفوق طاقتي كمان، بس نحن هلأ هيك وضعنا ماني طايقة منه شي. هلا اكيد اذا هو عمل شيء مبادره انا رح كون كثير ايجابيه، بس اذا ما بادر خليها لفرجة الله، بنكون عايشين مشتركين بالسكن بس مو اكثر، الا اذا صار بيناتنا شيء انفجار كبير. شو هالحكي بابا؟
هي حياة زوجية، أنا ما برضى تعيشي هيك. يلا هو مستحيل تضل الأمور هيك، لا تخاف. إلا ما تتحرك يا على السلام يا على الانفصال. ولوقتها أنا رح كون مطولة بالي شو بدي أعمل، ما رح أطلب الطلاق. إيه أمي تقبريني أنتي بس من شان سامي، وإلا أنتي بتعرفي ومثل ما قال لك أبوكي البيت بيتك قبل ما يكون بيتنا. ليش يا عمي أنا شو اللي بيخليني متحملته ومطولة بالي غير من شان هالصغير؟ أبناء عندي ست أطفال، ثلاث أولاد ثلاث بنات، أكبرهم تاني جامعة. شو عم شربوا شاي؟ إن شاء الله صحة وهنا. نفس البيت نحن مو جيرانكم. ولو لك ابني، بس انتو فتوا على غرفتكم فما حبيت ازعجكم. صحتين، عم بمزح معك امي، عم بمزح معك. يلا انا رايح على شغلي، بدكم شيء؟ الله معك امي، الله يحميك. انتي وليه رايحه عند بيت اهلك اليوم؟ ايه تقبرني بدي اروح. معناتها ابري خليكي عندهم، انا بمر باخذك. لك على راسي. ديالا. نعم. عادي بدي احكي معك كلمتين. ولك لسه ما راح اخوكي، بدك تلحقي تستلميني؟ لك استلم شو؟ شبكي انت؟ انا بحياتي استلمتك؟ ليش نحن بحياتنا تخانقنا حتى ولا سمعتك كلمه مو منيحه؟ شبكي ليكي يلي صار اليوم كثير بشع وماني حابه انه يتكرر. وعلى فكره نحن دائما عم نمرق لك، وما تفكري ابدا انه مو فهمانين تلميحاتك وتنقيراتك يلي من تحت لتحت. بس طفح الكيل حاجه بقى. ايه بالله، وشو هي طفح الكيل بقى؟ ما تكوني عم تهدديني. ليكي ديالا حاجتك بوجقة، عادي بدي احكي معك كلمتين مثل الخلق. بوجقة؟ لو كان اخوكي هون تسترجي تحكي معي هيك؟ هلا انت شو بدك؟ ليش هيك عم تعملي؟ يعني من لما فتي على هذا البيت انا حاولت اني اعملك رفيقتي واختي يلي كل عمري بحلم انها تكون، بقى ليش هيك ديالا؟ ليش شو؟ شو ساويت لك انا؟ انت اللي من يوم يومك شايفه حالك وبتحكي من العالي كانه انتو جبتوا لفايه على هالبيت مو؟ انتي على حرام عليكي، انا ما شفت حالي عليكي. ايه شفتي حالك، دائما شايفه حالك انه انتي على اساس البنت المثقفه المتعلمه يلي عندها فوتات وطلعات، وانا قاعده هون للطبخ والمسح والكناسه والجلي. هلا عم تحكي جد ديالا؟ انتي اللي قايمه بشغل البيت كله؟ ثلاث ارباعه. ثلاث ارباعه؟ لك شبكي ديالا؟ انتي بتكذبي الكذبة وبتصدقيها؟ انا كذابة؟ انا كذابة مرت عمو؟ الله يسامحك. ليكي ديالا المهم هلا، انا هي اخر مرة بمدلك ايدي وبحاول ساويكي اختي او رفيقتي. انا بعرف انك طيبة من جوا، والله بعرف، بس في حدا عم يحشي براسك انه حماتك وبنتها لحماتك لازم يكونوا اعدائك. نحنا مو هيك ديالا، بس اذا بتعاملينا بشوية محبة عن جد منكون اهل. ليكي انتي اختاري، انا امي ما حدا بيسمعها حكي، وما تفكري ابدا اني رح كون مسالمه وظريفه معك اذا بدك تضلي هيك. بقى شوفي تعاملي معنا بس بشويه محبه ونحن عن جد رح نحطك بعيوننا. ليكي ديالا عن جد فكري بهالكلمتين، الحياة ما فيها شي حتى يقضي الواحد بهذا النوع من المشاكل. Also influencing the wage gap is the level of education. Higher qualifications mean more pay, regardless of gender. And finally, the financial sector recorded the highest incomes with an average of just over 43,500 euros. Then came services, industry, construction, and distributed trades, with hotels and restaurants last. If you need more information about European issues, phone this free number or visit the Eurodirect website.
كيفك يا حبيبي العجوز؟ أنا صرت الشام.